لم أكن أتوقع يوما أن أكون خلف القضبان. وقف على منصة لا ليروي قصته فحسب، بل ينقل معاناة شعب يعيش عزلة قاتلة بعد أن أصبح البلد برمته معتقلا كبيرا. الصحفي يوسف عجلان الذي أفرج عنه في 23 نوفمبر بعد 45 يوما قضاها في معتقلات ميليشيا الحوثي بصنعاء، يقدم شهادته مدافعا عن حقوق الإنسان في واحدة من أهم المنصات الحقوقية في العالم. إدخال المساعدات الغذائية الكافية نتيجة الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على بعض الموانئ التي تسيطر عليها، كما يقومون بسرقة وبيع المواد الغذائية المقدمة للشعب اليمني. يتحدث الصحفي يوسف عجلان عن جرائم تعذيب الميليشيا للمعتقلين وعن معاناة المختطفين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن وضعه كمختطف في سجون الميليشيا، متطرقا إلى أساليب التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها هو وزملاؤه الصحفيون والمختطفون. يوسف واحد من عشرات الصحفيين ومئات المدنيين ممن اختطفتهم الميليشيا من منازلهم ومن الشوارع. وعلى تنوع أسباب الاعتقالات فإنها تجمعهم تهمة واحدة هي العدوان الخارجي الذي بات مبررا يقدمه الحوثيون لكل جرائمهم، بما في ذلك المحاكمات الشكلية. بحسب أحد التقارير فإن 55 صحفيا ممن تم اختطافهم تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي، ناهيك عمن قضوا تحت التعذيب أو اتخذت منهم الميليشيا دروعا بشرية. نجا يوسف بصفقة تبادل، نجا مختطف مدني جرت مبادلته بأسير حرب، وخرج من معتقل الميليشيا ليروي للعالم جزءا من مأساة اليمنيين.